رقم 19 جنيه بدل العدوى للأطباء ده يعني رقم يعني غير مذكور بالمرة. يعني الطفل الصغير دلوقتي بيصرف مصروفه بيعدي ال 20 و 30 جنيه، فلما نعمل الاطباء اللي اتهلكوا في الدراسه طول حياتهم من هم صغيرين متفوقين واتصرف عليهم قد كده واتصرف عليهم مبالغ تقلهم، ويجي في الاخر ياخد بدل عدوى 19 جنيه 19 جنيه بدل عدوى ده في ايه، في الدقيقه ولا في الشهر؟ لا بتكلم جد، انت 19 جنيه ده للاطباء ربنا يكون في عونهم الصراحه، ما يعملوش بيهم حاجه يعني. اعرف ان بدل العدوى 19 جنيه عشان انا شغاله في وزاره الصحه، بس اعرف برضو ان الاطباء بياخدوا 300% وبياخدوا 400%، يعني بياخدوا 700% من اجمالي المرتب، ده غير ان هم بيشتغلوا بره في عيادات خاصه طبعا تبعهم او تبع اي حد تاني. ما ينفعش ده 19 جنيه، يعني ده مش مبلغ ما حصلش علبه سجاير اساسا. ما ينفعش اساسا. ليه بقى 19 جنيه؟ يعني حرام برضو، الناس دي تعبت. حرام يعني. الناس برضو تعبت وسبع سنين دراسة في كلية طب أو صيدلة أيا كان الكلية اللي درس فيها، بس برضو يعني حرام. المفروض الناس دي يعني يبقوا من أعلى الرواتب في المجتمع عموما، لأن الناس دي من أكتر ناس تعبت بعد المعلم، يعني اللي هو يعتبر رقم واحد في المجتمع. محتاجين إعادة نظر طبعا. 19 جنيه دول بدل عدوى أكيد أكيد طبعا محتاجين إعادة نظر. هو طبعا حاجة بسيطة جدا، لأن كمان أنا مثلا بتعامل مع مثلا مرضى اللي هم السرطان والكانسر والكلام ده كله، إن أنا ممكن أتصاب بمرض خطير يأذيني، ف 19 جنيه دول هيعملوا لي إيه يعني؟ فطبعا قليلين جدا طبعا يعني. الواحد بيتمرمط مع العيانين ويتبهدلوا وطالع نازل، ففي الآخر 19 جنيه بيعمل بيهم إيه؟ 19 جنيه؟ هو في حد بياخد 19 جنيه دلوقتي؟ معلش أنا بصرفهم على القهوة في كوباية شاي. طبعا ما ينفعش. بجد ما ينفعش يعني.